أهلا بيكم في تقدم. الأربع شباب دول هيتسألوا أسئلة من البنت دي، مهمتهم يكتبوا إجابات كلها غلط يحطوها في الطبق، واللي عليه الدور يسحب ورقة ويحاول يبرر المصيبة اللي طلعت له، من الآخر يلبسوا بعض. انا جيهان الشماشيرجي، واكتر حاجات بدور عليها في ريليشن شيب هي الثقه والتفاهم والكيمستري. انا سيف زهران، واكتر حاجه بدور عليها هو انتي. انا احمد صافي، واكتر حاجه بدور عليها في ريليشن شيب الثقه والكيمستري، وحاجه ثالثه نسيتها دلوقتي، التفاهم. التفاهم. شفت احنا فاهمين بعض ازاي؟ على يحيى الصادي، ويعني اللي انت نفسك فيها هعمله لك بجد والله. انا مروان المسلماني، وتمام يعني ما ما شاء الله من الحاجات اللي انت قلتيها دي. انت قلت الثقه. مامتك عملت ايه لما انت وريتها صورتي؟ ايوه، الناس بتضحك من قبل ما يسمعوا الاجابات. مامتي عملت ايه لما شافت صورتك؟ قالت لي ومالها اللي واقفه جنبها. كانت مين اللي واقفه جنبي؟ في تخيلي يعني اكيد واحده مثلا كان باين عليها التعب او حاجه، يعني امي برضو قالوا عايزه تطمن. يعني كانت بتسالها على حالتها، يعني ايه ده مالها تعبانه كده ليه؟ صح؟ انا حالتك ان شاء الله طيبه قوي، ودايما عايزه اخد بالها من الناس. فلو هي شافتك كده وطمنت عليك وشافت واحدة جنبك عندها حصبة مثلا، أكيد هيبقى مالها اللي واقفة جنبها. بس لا 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 لا. مروان. سوري. إيه؟ مامتك عملت إيه أول؟ مش مامتي، مامتك أنت. مامتي أيوة. أمي عملت إيه لما أنا وريتها صورتك؟ معرفش، ما بتكلمنيش من ساعتها. أظن هي مصدومة من حلاوتك يعني. لا، هي ممكن تكون مصدومه مثلا ان حد بالحلاوه دي يكون بص لي يعني، فاهمه او حاجه. أيوة. انا كمان لو مكانها استغرب قوي. ايوه صح، كلنا مستغربين. تعرف تقرا؟ ماما لما شافت صورتك راحت للحلاق بتاع طه حسين تحط نفس القطره بتاعته. ايه الوحشه دي؟ يقال ان طه حسين كان متربي في قريه، القريه دي كانت معظمها رجاله. ففي يوم صحي من النوم بالليل كان قلقان، طلع في الممر بيبص لقى واحده فائقه الجمال، بص لها كده راح فقد بصره. فلما مامتي شافت صورتك كان هيحصل لها نفس الحاله بتاعت طه حسين، فراحت حطت القطره بتاعته عشان تحمي عينيها. شكرا. ايه ده هو اصلا فقد بصره من اللي حطه في عينه؟ انت كنت مذاكره عربي. انا مش عارف القصه الحقيقيه، بس انا القصه دي منطقيه في دماغي قوي. يعني عشان نيتك بس. هو انا حقيقتك على جمالك النهارده؟ تعالى يا صوفي. مامتي عملت ايه اول لما شافت صورتك؟ استعاذت بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ قالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده انس ولا جن؟ ايه ده مش مصدقه. لا 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 يا احمد، لا لا ايه ده اوفر قوي. انت ما شفتيش ماما على فكره. امه بصراحه لو شافت صورتك هتعمل كده الصراحه. مش هتصدق ان صافي معاه صورتك اصلا. دي حقيقه. صوفي. لا انت مهدرش. دلوقتي المرفوض هيكمل يحط اجابات غلط عشان يلبس الباقي. ايه الاغنيه اللي بتفكرك بيا؟ ياي قولي لي. ستوب ستوب. اغنيه بتفكرني بيكي. العبد والشيطان. اظن واضحه، العبد والشيطان. انت ان شاء الله الحمد لله لقيت زوجه صالحه تاخد بالها من الشيطان اللي معاها ده وتصلح لا حاله. لا ده بقى دور المنقذ ما بعملوش. لا لا مش بطلناه. ده بالانس. ما تروح لدكتور، انا مالي اروح لدكتور وانت موجوده يا جيجي؟ مروان. ايوه. انت عمرك جالك الحصبه ورحت لجيجي مثلا؟ الاغنيه اللي بتفكرني بيكي بابا فين؟ بابايا ولا بابا؟ دي اجابه حلوه قوي. دي ايشوز. لا بابا فين بجد، عايز تقدم. ايوه اهو يا جماعه، ده تحفه بجد. شكرا. هو مين اللي كتب بابا فين؟ ايه الاغنيه اللي بتفكرني بيكي؟ عزرائيل. ماله؟ عارفه ليه؟ ليه؟ عشان لو بطلت اشوفك هو ده اول واحد اشوفه بعديكي. هموت. اشرح ولا ايه؟ لا ايه الاسلوب ده؟ عشان لو ما فهمتيش انا ممكن اموت اشرح لك هنا دلوقتي حالا.
بجد؟ لا فاهمه طبعا. بجد عجبتك؟ تعالى يا يويو. طب ما الشيطان يعني ما نفس السكه يعني. وانت يويو العبد ده حلويات انت عارفه كده. متأخرة كانت حلوة. لا متأخرة قوي. هل هي رفضت حد دلوقتي لسه؟ لا هترفض ايه؟ بص ممكن تخلي جاني بقى عندها الوقت اللي هي عايزاه ما تضغطش عليها. بضغط عليها. هو بيضغط عليك انت. يا انا اسفة. بس انت مرفوض. لو عيالنا غلطوا هتتعامل ازاي؟ اه. صرحت فيهم معلش. اه يا رب اجابتي. خلاص على الموضوع. خلاص. استنى يا كويس انا خلصت بدري يبقى عندي وقت ليه ابص لك بس الله يا على التناحه خليك في نفسك انا اصلا ممنوع من الحلويات لو عيالنا غلطوا هتتعامل ازاي لو خط زباله لا هو مش زباله هو اللي مكتوب هو اللي زباله عشان انت ما عرفتيش تربي هتجوز واحده تانية تربيهم اه ايه ده ايه ده لا 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 قلبي وجعني قلبي وجعني والله انا اصلا انت صعبان عليا والله اتجوز واحده ثانيه تربيهم وهتربيني معاهم لان انا وهتاخد عيالي توديها لواحده ثانيه تربيهم لا هجيبها معانا يعني ما... ايه المسكنه دي المسكنه مش عايزه تشوفك خليك ورا اوف لو عيالنا غلطوا انا هفهمهم غلطهم بالراحه وبعدين هوديهم المول اوديهم المول واسيبهم يتوهوا فمراتي التانيه هتربيهم في المول اللي بيتوه ده مش في وقت من الاوقات هيعرف طريقه الصح امتى يعني انا تايه دلوقتي في الدنيا ابتدي اتعلم من غلطاتي ابتدي احسن من نفسي انمي مهاراتي اثق من نفسي انت بتقول اي كلام انت هتسيب عيالنا يتوه أيوة. هسيبهم يتوه بس عيني عليهم يعني ايه الدف لف ده بكدب عليهم علشان بعد كده اقول لهم اتعلموا من انت مجنون انت واحد مجنون والله العظيم ده انا هسيبه يتوه كده وكده بس هقول له في الاخر شفت انا مجنون علشان يا يا مجنون فضل ارجع ارجع لا لا لجننا مول يلا ايه ده ارجع ورا لا يا جماعه ريد فلاجز متحركه بقى. انا فاهم طب انا مش موافقه خالص على اي حاجه لا ما لازم واحد في يعني لازم مروان في دي واللي بعديها هي بتبقى ماشيه كده تتجوزها بعد ما يعني بعد ما انا وانت نسيب بعض ولا واحنا مع بعض لما نسيب بعض طب انت بتحاول ما اقدرش لا والله بتحاول والله ما بحاول يعني في حد يبقى مع القمر ده ويتجوز عليه ايه يا جيهان يعني وعد هيحط دبلتين فوق بعض يا جيهان لو هنسيب بعض وتتجوزها بعد ما نسيب بعض عشان نربي العيال مين انت وهي لا انت وهي انت وانا انا هتجوزها عشان هبقى زهقان وانت هتربي العيال طب تعالى يا مروان ايه ده مروان انت مرفوض وخايفه لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك فايت في بلدك حبيب اخر واحد لسه ما كسبش هندي فرصه اخيره لباقي الشباب يخسروه شايف ايه في مستقبلنا مع بعض طب انفصام عندك انفصام عايز ورقتين واحد لمرفوض واحد لمبدول ابعد لو سمحت شايف ايه في مستقبلنا مع بعض يا سيف شايفنا بنورث عمك وجرت الامور كما هو مخطط لها زي ما انت طلبتي ايه اللي مكتوب عندك هي ما طلبتش ده ايه اللي مكتوب عندك انا قريت اللي مكتوب بالظبط لا مفيش زي ما طلبت هزود انا بقى اللي انا عايزه قول الاجابه شايفنا بنورث عمك وجرت الامور كما هو مخطط لها زي ما انت طلبتي مني مفيش زي ما من حقي اخرج منها انت عايزه ان احنا نورث عمك فانت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه انا استنيت الورث لحد ما جه لحد عندنا تلاقي انت لو انا قلت لك عمي انا نورث عمي يبقى انا اللي بخطط اما انا ما اعرفش فانت بقى عايز انت تورث عمي انا ماليش في الورث بالظبط ثانيه انا ماليش في الورث انت انا جوزك ماليش في ورث عمك خالص ما انت اكيد هتقتلها بعد كده لما نروح محكمه ايوه بالظبط لا ده تفكير واحد مجنون انا ما انا معاكي في كل اللي انت بتطلبيه صح او غلط انا معاكي انا بحبك فخلاص ما اقدرش ارفض الطلب حتى لو كان غلط حتى لو كان مش صح حتى لو كان ضد المجتمع حتى لو كان ضد التقاليد حتى لو كان ضد العقل ما انت كده يا سيف شخصيتك مش موجوده انا متجوزه ايه يعني لا بالعكس هو انت يعني انت لو شفتني بعمل حاجه غلط قول لي جيهان انت بتعملي حاجه غلط ليكي عندي نصيحه بس اقدر اكبرك لا
بتحبني قد ايه؟ قوي قوي قوي. خلاص مو الحلقه اللي فاتت فلوس عارف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس زي ما المدام قالت كده.